أهلا بكم، صوت واحد لأصوات الشبكة، إنه بالطبع صوت تاتيانا الخوري. تاتيانا مرحبا. أهلا. تاتيانا، تحدثيننا عن حجم الدمار الذي لاحق بالآثار السورية خلال السنتين الماضيتين. تماما توفيق. فالحجر كما البشر يعاني في سوريا، وإلى جانب المأساة الإنسانية المستمرة يطال القصف والدمار والتخريب الكثير من الآثار السورية. هذه التعديات على إرث سوريا الحضاري تحاول جمعية حماية الآثار السورية توثيقها بالتعاون مع ناشطين منتشرين في كافة أرجاء المناطق السورية. جابر بكر هو الناطق الإعلامي باسم هذه الجمعية، يخبرنا اليوم عبر الويب كام عن حجم الأضرار التي لحقت بالآثار السورية وعن الأطراف المسؤولة عنها. يبدو من المستحيل إحصاء حجم الضرر الذي لحق بالآثار السورية لكثرتها وانتشارها. ففي سوريا في كل مدينة يوجد كم هائل من الآثار، ويوجد مدن بحد ذاتها هي آثار، كما حال تدمر وبصرة الحرير في درعا جنوب سوريا. لكن إذا حاولنا أن نضع خريطة لحجم الضرر المهول الذي لحق بالآثار السورية، من المنطقي جدا أن تكون حلب هي على رأس القائمة نتيجة الأعمال العسكرية بأسلحة ثقيلة من قبل الطرفين. وكان من أبرز أشكال الدمار هو جامع الأموي في حلب وسقوط المئذنة في هذا الجامع الذي يعود إلى القرن السابع الميلادي تقريبا، إلى عام 716 ميلادي من عام 96 هجرية. المشكلة الرئيسية أن حلب مدينة قديمة بالذات، هي مدينة أثرية ومسجعة على أحد التراث العالمي. يضاف إلى حلب بحجم الدمار الكبير الذي لحق الآثار السورية والتي تعتبر برمتها آثار إنسانية ما لحق بمدينة بصرة الحرير في درعا، ولا يمكن أن نستثني سقوط الجسر المعلق. رغم حداثة عهد الجسر المعلق، إلا أنه يعتبر رمز من رموز التراث الإنساني بالنسبة للسوريين، أو اللهم بأقل تقدير بالنسبة لأهل دير الزور كمدينة متعلقين تعلق روحاني في هذا البناء الموجود على نهر الفرات. ولا يمكن إحصاء حصر حجم الدمار الكبير الذي لحق مناطق حمص، ولكن بمرور سريع نجد أن السوق القديم تعرض إلى أضرار، الكنائس الموجودة في حمص تعرضت إلى أضرار، مسجد خالد بن الوليد تعرض إلى أضرار، السوق القديم في حلب إذا عدنا إلى حرب مرة أخرى تعرض إلى أضرار، منها الحرق بأقل تقدير، فكل السوق احترق. أردنا أن نتحدث عن المواقع الإسلامية وغير الإسلامية، نتحدث عن حوالي 750 مسجد تعرضوا إلى الدمار أو جزء من الدمار أو شكل من أشكال الدمار الكلي أو الجزئي، وعشرات الكنائس والمواقع الأثرية الأخرى. لدينا في أقل تقدير 5 قلاع تحولت إلى مراكز عسكرية، وهذا يضعها على لائحة الدمار الآني أو اللاحق بعد فترة أو بعد شهر أو بعد شهرين نتيجة الاشتباكات العسكرية الدائمة ما بين الجيشين الحر والنظام. إلى هذه اللحظة لم نتحدث عن الأضرار التي لحقت بالمتاحف، والتي يمكن أن نقول فقط بإحصائية بسيطة جدا أن لدينا 12 متحف من أصل 38 متحف تعرضوا إما للنهب أو السرقة أو التدمير بشكل مباشر أو غير مباشر. الضرر الأكبر هو الدمار الناتج عن استخدام أسلحة ثقيلة، ولكن في سوق حلب الأثري فرق السوق برمته، ليس نتيجة قصف إنما بفعل فاعل، أن أشخاص هم تابعين للجيش النظامي أحرقوا هذا السوق. من الصورة أصبح الواضح من هو المسؤول الأكبر عن عمليات الدمار أو عن الأخطاء التي تقع على الآثار أو الدمار الذي يقع على الآثار، ولكن لا ينفي هذا أن الجهات الأخرى من الجيش الحر هي مسؤولة بشكل أو بآخر في حال تمترست بهذه القلاع أو المناطق الأثرية أو الأحياء الأثرية كما هو الحال في حلب، فهي تعرضها للقصف والتدمير من قبل القوات الأخرى. تاتيانا، التدمير ليس المشكلة الوحيدة التي تصيب قطاع الآثار في سوريا. تماما توفيق. فإضافة إلى التدمير والحرق، تجري منذ أشهر طويلة عمليات سرقة ونهب وتهريب للآثار السورية إلى الخارج، ترافقها حفريات أثرية غير مشروعة طبعا، كما يخبرنا جابر ملك في المقطع التالي. الدمار ليس هو الحدث الوحيد الذي يقع على الآثار السورية، فهناك أيضا عمليات السرق والنهب التي تقع، بل أبعد من السرق والنهب هي عمليات الحفر الشبه منظم، أصبح الحفر داخل المواقع واللوابد الأثرية في سوريا. المشكلة الرئيسية أن الحفر ينقسم إلى 3 أشكال. الشكل الأول منه هو الحفر العشوائي الذي يقوم به الناس المدنيين من أهل المنطقة أو الواردين إليهم، وهناك حفر بقصد السرقة تقوم به قوات مسلحة من الطرفين بغض النظر عن الجهة، ولكن الحفر الأصعب والأبشع وهو الخطر أكثر هو حفر العصابات المنظمة التي تأتي بناء على خرائط وتأتي بناء على معلومات مسبقة
وتقوم بسرقة هذه اللقى الأثرية وبيعها في السوق السوداء في دول الجوار، كما حدث في لبنان مثلا. في لبنان سجل ضبط لوحات حسيفسائية على الحدود اللبنانية السورية، ضبطتها الجمارك اللبنانية وجرت المفاوضات لإعادتها إلى الحكومة السورية. أصبحنا قادرين أن نشاهد عمليات الحفر في المواقع الأثرية السورية عبر الأقمار الصناعية من كثرتها ومن كثرة انتشارها. في شهر آب عام 2011 في متحف حماة الأثري اختفى تمثال لإله أرامي مصنوع من البرونز ومطلي بالذهب يعود للقرن الثامن قبل الميلاد. المشكلة الرئيسية أن عمليات التحقيق التي حدثت في اختفاء هذا التمثال كلها أفضت إلى تسجيل ضد مجهول. سوريا ليست بلد حديث الولادة، سوريا بلد يحمل من التراث الإنساني ما يكفي وما يزيد عن الإنسانية ذات نفسها، فمن واجب الإنسانية أن تحمي تراثها بأقل تقدير. وقبل ختام هذه الحلقة أدعوكم إلى الاطلاع على ملف كامل عن الآثار السورية على موقع فرانس 24، كما يمكنكم مراسلتنا على عنواننا المعتاد aswat@france24.com أو زيارة صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة وطرح الأفكار والمواضيع.